أذهب لي دكتور بسام القواسمي أستاذ القانون العام جامعة القانون. أستاذ أو دكتور بسام، ما رأيك في هذا الأمر؟ هل يعني هناك يمكن أي آلية لمنع مثل هذه التسريبات أو معاقبة، أو الأمر يقتصر فقط على الغرامات اللي بنراها دائما في قضايا سابقة، لكن فيما حدث في قطاع غزة وفيما حدث أنه الاشتباه قد يؤدي إلى تدمير ربما مربع سكني بالكامل من خلال القصف على مجرد معلومات يعني شبه غير مؤكدة، وأيضا بعض الرجوع إلى بعض الضباط الذين شاركوا في هذا من خلال الصحيفة الإسبانية لنشرة الأمر، قال إنه كان استهداف دون مراجعة حتى لتوفير الوقت. يعني هذا الأمر هو في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، يعني انتهاك الخصوصية والاعتداء على خصوصية الإنسان من خلال التجسس ومن خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال برامج المراقبة والتجسس والاختراق للموبايلات الشخصية للأشخاص، هذا بداية جريمة بحق أي مواطن أو أي شخص يتم انتهاك خصوصيته. من ناحية قانونية هذه جريمة ويجب المحاسبة عليها من الناحية القانونية، ولكن هناك نقص وهناك يعني عدم وجود تنظيم قانوني دولي يجرم هذه الجرائم. نحن أمام واقع تكنولوجي جديد، ونحن أمام وسائل تواصل اجتماعي، وهناك الكثير من الدول كدولة إسرائيل وغيرها تقوم بانتهاك هذه الخصوصية واختراق هذه الأجهزة من خلال البرامج التي تم إعدادها لهذه الغاية، ومن خلال الاتفاقيات مثل الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها دولة الاحتلال مع شركة جوجل وغيرها. نحن أمام واقع، نحن أمس الحاجة بأن يكون هناك تنظيم قانوني دولي، وأن تكون هناك اتفاقيات دولية وقوانين دولية تجرم وتحرم هذه الانتهاكات وهذه الاختراقات وهذا التجسس وهذه الاتفاقيات التي تعتدي على حقوق الإنسان وعلى حرياته وعلى خصوصياته، بل أن الأمر أكثر من ذلك وأخطر من ذلك. الأمر يتعلق بأمن قومي لأي دولة، يعني عندما يتم اختراق هذه الوسائل أو هذه الحواسيب أو أي يعني أمور محوسبة أخرى، يعني هنا وهذا الأمر يهدد أمن الدول للخطر ويهدد مؤسساتها العامة. دكتور بسام، إذا ثبت يعني صحة هذه التقارير 100%، وكانت فعلا واتساب أو شركة ميتا قدمت للاحتلال الإسرائيلي بيانات ومعلومات لها علاقة بفلسطينيين يريد الاحتلال استهدافهم، وبالفعل قام باستهدافهم وقصف المباني السكنية اللي متواجدين فيها، ما هو التصرف القانوني في هذه الحالة؟ يعني يجب محاسبة ومحاكمة شركة ميتا أو أي شركة قدمت هذه المعلومات لدولة الاحتلال التي أدت إلى إساءة استخدام هذه المعلومات وأدت إلى قتل الأطفال والنساء وتصفية الفلسطينيين، يعني عشرات الآلاف ذهبوا ضحية هذا العدوان وهذه الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني. نحن أمام جرائم، وهذه الجرائم لابد من المحاسبة عليها، ويجب تحميل المسؤولية للشركات التي قدمت هذه المعلومات لدولة الاحتلال، يجب مساءلتهم. وعلينا أن لا ننسى قبل فترة قصيرة عندما خرج الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وحذر من الذكاء الصناعي وحذر من هذه الوسائل. طيب، وسائل سأتوقف عند هذه النقطة وخطورتها وتهديدها على المواطن وعلى الدول.